الفراخ بتتسوى بمليون طريقة. ممكن لو أنا عاملة فراخ بالعظم أحطها في صينية ومن غير أي مواد دهنية ومن غير أي حاجة، أنا متبلاها بالتتبيلة بتاعتي اللي أنا بحبها، سواء حاطة فيها بصل، ثوم، فلفل أخضر، شوية مستردة، شوية زبادي، التتبيلة اللي أنا حباها أحطها في صينية على البوتاجاز من فوق وغطي. خلاص استوت، عايزة وشها يحمر أروح دهناها بحاجة لطيفة جدا كده، أجيب مثلا إيه، معلقة دبس رمان على عصرة ليمونة على رشة فلفل أسود، وأدهن بيها الفراخ وأدخلها تحت شواية الفرن، هتحمر وتبقى جميلة جدا. طيب الله، ده أنا بحتاج شوربة بتاعت الفراخ أطبخ بيها، أعمل إيه؟ الصينية اللي أنا عملت فيها صينية الفراخ دي أحط فيها شوية مية، ألحلحها كده وأغليها، لأن دي فيها الصينية دي فيها كل خير وبهريز الفراخ، ما أضحيش بيها، مرميهاش. وأخد اللي أخدهم الغلوتين ثلاثة دول أخدهم أصفيهم واستعمل السائل دوت في صينية بطاطس، مع أعمل رز بي أس إي بي، رز خلطة، جميل جدا. في انواع تانية اعمل بيها الفراخ، في مليون طريقه نسوي بيها الفراخ. لو انا عايزه اسلقها السلق العادي خالص مفيش اي مشكله خالص، اسلقي الفراخ لو فرخه كامله او اجزاء على قد طلبك، اسلقي الفراخ عادي زي ما احنا كلنا متعودين نسلق الفراخ، بصله متقطعه، طماطمايه، فص بستيكه، فص حبهان، كل الحاجات اللي بتدي طعم حلو للمرقه، واسلقي الفراخ عادي خالص مستويه عندي جاهزه جميله، هتبقى لطيفه قوي قوي.